تضل على هالحالة ابني ما رح يتحملها كتير، وإذا ما بدها تصير مرته عن حق وحقيق رجعونا الذهبات اللي أخدتوهن وابني بيطلقها، ويا دار ما دخلك شر. خلص شاهي ناس خان، خلص أنا فهمت بنتي كل شيء ورح تكون طوع زوجها. ايه لنشوف. شاهيناز خانم انا ما بدي بنتي تتطلق و... خلاص خلاص بالناعس حكي، فهمت عليكي. وهلا يلا مع السلامه.